وحول هذا الموضوع قال سعادة الدكتور أحمد سالم العريض عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، قال إن اللجنة رصدت جميع معوقات الأمن الغذائي ورفعت 24 توصية للمجلس. رصدنا أولا جميع المعوقات التي تعيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وهي ليست كثيرة ولكن تحتاج إلى معالجة، وقد تم رفع 24 توصية للمجلس بهذا الخصوص وتبناها المجلس، وخصوصا التوصيات الأربعة الآتية التي سأذكرها. فإن على مستوى العالم ومملكة البحرين خصوصا إن الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني يجب أن يأخذ اهتماما من قبل الجهاز التنفيذي وهو الحكومة وكذلك الجهاز التشريعي. نعم. ثانيا توفير ميزانيات لاحتياجات الأمن الغذائي في مملكة البحرين وخصوصا أيام الطوارئ والحروب. ثالثا إنشاء هيئة مستقلة متخصصة لمتابعة هذا الأمر كذلك خصوصا في أيام الأزمات والكوارث. ولا ننسى رابعا ضرورة مراجعة التشريعات، وهذه مهمتنا، والمراسيم النافذة ذات الصلة بالغذاء وذات الصلة بالأمن الغذائي، والتنسيق بين الجهات التنفيذية بالتعاون مع السلطات التشريعية.